سنروي لكم اليوم قصة عاشق مجنون نبش قبر زوجته الراحلة وتوجها ملكة على عرش البرتغال. بدأت قصتنا عام 1340 عندما أراد الملك البرتغالي أفونسو الرابع إنشاء تحالف مع قشتالة، فقرر أن يزوج ابنه ووريث عرشه بيدرو الأول من الأميرة القشتالية كونستانتا، وبالفعل تم الزواج. لكن بدلاً من أن يهيم الأمير بعروسه، عاشق وصيفتها الحسناء إنيس دي كاسترو. ورغم أن هذا الحب المحرم يهدد السلام بين البرتغال وقشتالة، فإنه نما حد الجنون. وراح العاشقان يتبادلان الرسائل الغرامية عبر قناة مائية تسمى ينبوع الحب، الذي يصل ما بين قصر بيدرو الأول ومكان سكن إنيس، وكانا يحرصان على الشرب من مياه ذاك الينبوع، إذ تقول الأسطورة إنه إذا شرب أحد العاشقين من رأس الينبوع بينما شرب الآخر من نهايته في التوقيت ذاته، فإن حبهما سيكون خالداً وأبدياً. وقد لا يكون الينبوع الأسطوري هو السبب، إلا أن عشق بيدرو لإنيس كان أبدياً بالفعل. سرعان ما علمت الأميرة القشتالية بالعلاقة التي تجمع زوجها ووصيفتها، وحاولت تفريقهما دون جدوى، إلى أن اضطرت لتصعيد الأمور. فبدأت النزاعات بين البرتغال وقشتالة بسبب طيش الأمير بيدرو، ووجد والده الملك أفونسو أن الحل هو نفي إنيس وإعادتها إلى قشتالة. لكن المسافات الشاسعة لم تزد الحب إلا اشتعالاً، حتى إن بيدرو كان ينتهز كل فرصة سانحة ليزور محبوبته. وبعد مرور 5 أعوام توفيت الأميرة القشتالية وخلت جو للعاشقين، فأعاد بيدرو إنيس إلى البرتغال دون علم والده. وبعد أن أنجبا 4 أطفال أراد بيدرو الزواج من إنيس لجعلها ملكة البرتغال المستقبلية ولإعطاء أطفاله الشرعية، إلا أن الملك أفونسو عارض ذلك بشدة خوفا من وصول أبناء إنيس إلى العرش بدلا من أبناء أميرة قشتالة. وبعد تصاعد الخلافات لم يجد الملك بدا من إرسال 3 حراس لقتل إنيس والتخلص منها إلى الأبد. وهذا ما كان. قصتنا لم تنتهي هنا، فبعد موت أفونسو أصبح بيدرو ملك البرتغال، وأول عمل قام به كان إخراج جثمان محبوبته من قبرها ووضعه على العرش ليتوجها ملكة إلى جانبه. ولم يكتفي بهذا، بل أجبر أفراد بلاطه على تقبيل يدها المتحللة وإعلان الولاء لها ملكة شرعية على البلاد. ثم بنى لها قبرا ملكيا وبنى لنفسه قبرا بجانبها ليضمن أن يكونا معا بعد الموت. وبالتأكيد لم ينسى أن يتعقب قتلة محبوبته، وقيل إنه انتزع قلوبهم بيديه. سمي المكان الذي ذرفت فيه إنيس دموعها الأخيرة قبل أن تقتل قصر الدموع، وقد تحول اليوم إلى فندق فخم يقع في مدينة كويمبرا وسط البرتغال. وتقول الأسطورة إن روح إنيس لا تزال تطوف في المكان، الأمر الذي يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. أنتم أيضا تستطيعون زيارته مع أحبائكم، وبإمكانكم كذلك الشرب من ينبوع الحب. من يدري، قد يدوم حبكم إلى الأبد، لكن احذروا من نهاية مشابهة لنهاية إنيس.